أصبحت الصورة اليوم واضحة، تواطؤ رسمي مع المنظمات الدولية هدفه إبقاء النازحين في لبنان، فالأفعال تكشف زيف الأقوال. فماذا يجري؟ فوجئ الجميع يوم أمس بقرار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي يقضي بدفع المساعدات للنازحين في لبنان بالدولار الفريش، بعد إصرار من منظمة الأمم المتحدة على هذا الأمر وقبول من مصرف لبنان. فكيف سينعكس هذا الأمر على الوجود السوري في لبنان؟ وهل سيعني ذلك ترسيخ وجوده في بلاد الأرز؟ الشيء الأكيد أنه اللي عم يعملوا الأمم المتحدة إن كان أعطوهم أموال بالليرة اللبنانية ولا بالدولار هي حوافز مشان إبقاء السوريين بلبنان، وأنا برأيي الحكومة مش عم تعمل الكافي مشان إعادتهم إلى بلادهم، صاروا عم يقبضوا المبلغ كله نقدا بالدولار، يعني إذا كان في شيء بحفزهم إنه يرجعوا رح يتوقف هذا الشيء. مصادر سياسية تعتبر أن اتخاذ هذا القرار هو بمثابة إغراء جديد للنازحين، على الرغم من وجود بعض المنطق في الضغوط التي مارستها الـ UNHCR على الحكومة اللبنانية، فهي تعلم علم اليقين أن الدولة اللبنانية كانت تستفيد بشكل أو بآخر من تخزين الدولارات المقدمة من الدول المانحة للنازحين وتعطيها لهم بالليرة اللبنانية. ولكن ماذا وراء موافقة ميقاتي على هذا القرار؟ هذا يعني أن هذه الخطوة إغراء للنازحين بالبقاء في لبنان تمهيداً لما هو أخطر من ذلك. نجيب ميقاتي يقود مؤامرة أو ينفذ مؤامرة، لا أدري، لكن الواقع أن هذا الأمر خطير وخطير جداً. ماذا يعني مثل هذه الخطوة في ظل المناخات الإيجابية التي بدأت تلوح في المنطقة؟ ولماذا لا يقطع رأس الفتنة ويذهب إلى سوريا للتفاهم حول هذا الملف؟ ماذا يعني أن يبقى أو يبقي لبنان تحت رحمة الأمم المتحدة والمفوضية السامية؟ هذا يعني أمر من اثنين، أما أن النازحين سوف يوطنون في لبنان ويدمجون في لبنان، ثانيا لتغطية السرقات التي كانت تتم سواء من يعني الجهات المعنية أو المؤسسات الدولية أو المنظمات الإنسانية التي كانت تعطي النازحين أموالهم بالليرة اللبنانية، واليوم قرروا غير ذلك. وتربط مصادر سياسية رفيعة اتخاذ هذا القرار باللقاء الذي جمع الرئيس ميقاتي مع الرئيس السوري بشار الأسد في جدة على هامش القمة العربية، ملمحة إلى أمر ما قد حدث في الكواليس. والسؤال الأهم اليوم، ما مدى تأثير قرار دفع المساعدات بالدولار للنازحين على الاقتصاد اللبناني، ولا سيما على سعر الصرف الذي تجهد الدولة لتثبيته على حساب دولارات المودعين؟ حتى الساعة لم ندرك لماذا مصرف لبنان وافق أو لماذا وافقت الحكومة اللبنانية على هكذا قرار، علما أنه هذه الدولارات كان مصرف لبنان يمول بها السوق نوعا ما، تشكل رافعة للكتلة الدولارية في البلاد بين يدي مصرف لبنان، اليوم ستكون بين يدي اللاجئين. وهذا يطرح سؤال أكبر، ماذا عن الدول المانحة؟ هل تود تثبيت النازحين في لبنان عبر هذه الخطوة في الوقت الذي التضخم يأكل الاقتصاد اللبناني، في الوقت الذي مجلس النواب اللبناني منح الإذن لمصرف لبنان لطباعة ورقة النصف مليون أو المليون، في ظل كل هذا التضخم هل من المسموح الدفع للنازحين بالدولار الأمريكي بالوقت أن القطاع العام اللبناني حتى الساعة لا زال معاشاته بالليرة اللبنانية ولا تكاد تصله أي جزء بالدولار الأمريكي؟ مصادر اقتصادية توضح أن الأموال التي كانت تصل للنازحين بالدولار كان المصرف المركزي يحولها إلى ليرة لبنانية، وبالتالي كان يستفيد من هذه الدولارات لتشغيل منصة صيرفة. لذلك تعتبر المصادر الاقتصادية أن هذا الإجراء سيرفع حتماً سعر صرف الدولار، وكلما تخسر الليرة من قيمتها أكثر سيكون الأمر مربحاً للنازح السوري. وفي الختام نسأل المشاهدين، هل تعتقدون أن الوجود السوري أصبح مرسخاً أكثر في لبنان؟ شاركونا تعليقاتكم.